السلام عليكم أصدقائنا. طبعا هنا الشباب كلهم كان عندنا سباق تزلج على الثلوج، نزلنا من ارتفاع 2000 متر تقريبا. أنا الفزت، الفائز الأول. شو تقولوا شباب؟ أكيد مو صحيح؟ طبعا. نحن الآن في منتجع تاكادور في أرمينيا، تشوفون الثلوج مغطي كل مكان والمتزلجين منتشرين في كل مكان، فحبينا نسوي لكم تقرير بعدة التزلج. لو رغبتم الوصول إلى هذه المنطقة يمكنكم الاتصال بأرارات للسياحة على رقمنا المعروض أسفل الشاشة. اتصلوا بنا قبل يوم، لأن صراحة الفنادق في يريفان وفي عموم أرمينيا تقريبا مزدحمة. ومن خلال هذا التقرير أود أن أذكركم بأن يوم 21 ديسمبر سيكون يوم افتتاح شجرة الكريسماس في ساحة الجمهورية في العاصمة يريفان. ستكون هناك احتفالية كبرى، ارزموا حقائبكم، اقطعوا تذاكر طائراتكم لتصلوا بنا، وتابعونا على اليوتيوب من خلال قناتنا أرارات السياحة ومن خلال صفحتنا على الفيسبوك هايك دانيال أو أرارات للسياحة. ألتقيكم في أرمينيا.